Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان إلى بريطانيا للمشاركة في تشييع إليزابيث الثانية، وخبراء يعتبرون الزيارة محاولة لكسر حاجز العزلة عن انقلاب 25 أكتوبر. الحلو يوجه انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي، وجبريل يقول إن المكون العسكري يسعى للسيطرة على أكبر قدر من السلطة. وقف احتجاجية للأطباء وإضراب أطباء الامتياز يدخل الأسبوع الثاني، ومواطنو كتم بشمال دارفور يطالبون بمسح حول مخلفات الحرب عقب وفاة 3 أشقاء. ارتفاع عدد ضحايا سيول الفيضانات إلى 134 حالة وفاة، وأربع حالة وفاة في معسكر وطاش بجنوب دارفور جراء السيول. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توجه رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان صباح الأحد إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية. وكان في ودائعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، ويرافق رئيس مجلس السيادة بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة في زيارته للمملكة المتحدة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق. قال البروفيسور صلاح الدين الدوما أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية إن زيارة البرهان لبريطانيا محاولة لكسر حاجز العزلة لانقلاب 25 أكتوبر، واعتبرها هرولة خلف المحافل الدولية سعيا للبحث عن الاعتراف والشرعية. وقال في مقابلة مع راديو دبنج إن الزيارة لا تحظى بأي ثقة استراتيجي، وأوضح إن الدعوة تأتي باعتباره أعلى سلطة في البلاد الآن، وأضاف في هذا الخصوص: هو طبعا بيبحث عن الشرعية، الاعتراف والشرعية وعدم العزلة بأي حال من الأحوال. دي واحدة من الأسباب اللي بيبحث عنها بأي شكل من الأشكال. إذا وجد فرصة أنه يمشي ومثل هذه الاحتفالات جنازة فلان الفلاني، يعني كلها هي مواضيع هايفة. وحول وداع كباشي للبرهان خلال سفره إلى بريطانيا، لم يستبعد البروفيسور صلاح الدين الدوما أن يكون عدم وداع حميتي للبرهان نتيجة لتطور الخلافات بين الرجلين. وحول التصريحات المتضاربة بين حميتي وأبو هاجة، قال إن البرهان وأبو هاجة يعبران عن مدرسة الإنقاص التي تقوم على التنصل من الاتفاقيات. ورجح في مقابلة مع راديو دبنجا صحة المعلومات التي أوردها حميتي في تصريحه حول لقائه مع البرهان بشأن الانسحاب من السلطة وتركها للمدنيين، ولكن تصريحات أبو هاجة تدل على أن البرهان يريد التنصل من الوعود. وقال إن الخلافات بين البرهان وحميتي ستسهم في ضعف الانقلاب بما ينعكس إيجابا على الثورة والثوار، وقلل من الأثار السالبة للخلافات على البلاد بشكل عام. وأضاف هذا الخصوص: في نقطة إيجابية، لأنه إذا اختلف اللصان ظهر المسروق، فهؤلاء اللصان اختلفا ودي جاي معانا، بالتالي كل واحد فيهم حيفضح الآخر. ده إضعاف ليهم هم، لأنه طبعا أنت العدو لما يحصل اختلاف وانشقاق داخل معسكره ده في صالحك طبعا. قال عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إنه ما يجمع بين الوثيقة الدستورية ومقترح الدستور الانتقالي المطروح من نقابة المحامين هو تجنب مخاطبة جذور الأزمة. وأكد في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني للحركة إنه منتجي مقترح الدستور تجاهلوا عمدا تقديم معالجة لسؤال طبيعة الدولة بشكل جذري، واتهمهم بالتمويه والفهلوة والتزاكي. واعتبر مقترح الدستور محاولة جديدة لمقاومة التغيير الجذري ورفض أي مساس ببنية الدولة القديمة. وحول المبادرات السياسية قال الحلو إنها جميعا تجنبت تناول جذور الأزمة وركزت على تقاسم السلطة وتوزيع المناصب.
قال عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية أن المكون العسكري يتخذ من السلطة ذرعا واقيا من المساءلة، ووصف من ينتظر تخليه عن السلطة كاملة للمدنيين بأنه واهم. ووصف عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني اتفاق جوبا بأنه صفقة محاصصة بين النخب وجنرالات الجبهة الثورية ولا علاقة له بالقضايا المصيرية التي تهم المجتمع السوداني. وقال إنه التفلتات الأمنية في البلاد نتيجة منطقية لعملية تسليح المواطنين ضد بعضهم والذي قامت به النخب الحاكمة نفسها لتحمي سلطتها. قال مجلس الدفاع المدني إنه العدد التراكمي لضحايا السيول والفيضانات منذ بداية الخريف بلغ 134 حالة وفاة و120 إصابة وانهيار، كل لعدد 54551 منزلا وجزئيا لعدد 74212 منزل. وأشار المجلس في تقريره اليومي إلى تضرر 240757 فدان وعدد 364 مرفقا وعدد 298 متجر ومخازن ونفوق حوالي 2741 من المواشي. وأوضح التقرير أنه 48 حالة من الوفيات بسبب انهيار منازل و79 حالة غرق و6 بسبب الصاعقة الكهربائية وعدد 1 بسبب لدغة عقرب. ارتفع عدد ضحايا السيول بمعسكر وطاش شمالي نيالا بولاية جنوب دارفور يوم الأحد إلى 4 حالة وفاة. وقال مفوض العون الإنساني بمحلية نيالا شمال أحمد عبد الحميد في تصريحات صحفية أنه أكثر من 3000 منزل جرفتها السيول بمعسكر وطاش، وهناك أضرار مشابهة في معسكرات دريج وكلمة والسلام والسريف وحي موجوك شرقي نيالا. وأعلن عن حملة طارئة تنفذ حاليا لتمكين المتأثرين من بعض المعينات الغذائية العاجلة. وأضاف في هذا الخصوص: بالأمس حقيقة فقدنا أرواح عزيزة لعدد 4 من الأسر في معسكر وطاج سنتر 5، وهنالك دمار كامل حصل لأخوتنا وأيضاً في معسكر وطاج لعدد 3500 أسرة و2500 من المراهيض. أيضاً إخوتنا في معسكر دريج هناك ضرر لعدد 400 منزل، دمار كامل. طلب والد 3 أشقاء توفوا إثر انفجار دانا في قرية دروم بكتم يوم السبت السلطات بإجراء مسح للبحث عن مخلفات الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لسنوات طويلة. وتوقع الهادي أحمد حسين والد الأشقاء المتوفين خلال مخاطبته مجلس العزاء أن تكون المخلفات التي انفجرت وأدت لوفاة أطفاله في مزرعته ناتجة عن وجود 4 من جرارات القوات النظامية والدعم السريع في المنطقة قبل أسبوع. وقال إنه إحدى بناته توفيت جراء تأخر إسعافها، موضحا إنه محلية كتم لا يوجد بها سوى عربة إسعاف واحدة، داعيا للعدالة في توزيع الخدمات الطبية. وأضاف في هذا الخصوص: قد يكون في الجبال في مخلفات في المواقع بتاعت حركات المسلحة اللي كانت سابق نصر المقرفة، في مواقع داخل المنطقة ذاته في مشاكل كان بين الحركات المسلحة وقوات حكومية، في مشاكل بين حركات مسلحة وحركات مسلحة، في كل هذه المناطق تجد مخلفات. بعد فترة من الزمن تلقى دانة بتاع ار بي جي، تلقى الجرينتات العادية دي. واصل اطباء الامتياز يوم الاحد الاضراب في 31 مستشفى بستة ولايات للاسبوع الثاني مطالبين بصرف مرتبات 8 اشهر. وقالت لجنة اطباء الامتياز في تقريرها اليوم عن الاضراب انه نسبة التنفيذ في 25 مستشفى بلغت 100%، بينما تراوحت نسبة التنفيذ في بقية المستشفيات بين 75 و40%. ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين هو آخر يوم للإضراب المعلن الذي تم تمديده بسبب عدم موافقة وزارة الصحة الاتحادية على الجلوس مع الأطباء المضربين. نفذ المكتب الموحد للأطباء صباح الأحد وقف احتجاجي أمام مستشفى مدرمان تضامنا مع أطباء الامتياز والشمالية وأطباء مستشفى بحري، وطالبت الوقفة بتحسين وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ومجانية الخدمات الصحية في الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية. كما شددت الوقفة على تحسين بيئة العمل وتحسين الهيكل الراتبي للكوادر الصحية. قال الدكتور جبريل إبراهيم ورئيس حركة العدل والمساواة إن المكون العسكري يريد السيطرة على كل السلطات السيادية والأمنية وسلطات الدفاع والعلاقات الخارجية وسلطات التعاون الدولي وسلطات أخرى سيفاوضون فيها الحكومة التنفيذية، وذلك عبر مجلس الأمن والدفاع المقترح.
وأوضح في مؤتمر صحفي إنه بيان البرهان في يوليو لم يتحدث عن العودة إلى السكنات بل الانسحاب من الحوار، وأضاف إنه الأهون على السودان وعلى الدول الديمقراطية لإبقاء على مجلس السيادة بالسلطات الحالية بدلاً عن إنشاء مجلس للأمن والدفاع، واعتبر تشكيل المجلس تراجع عن مربع التحول الديمقراطي لمسافات. وأضاف في هذا الخصوص: هذا المجلس يريد أن يتمتع بكل السلطات السيادية، يريد أن يتمتع بسلطات الأمن وبسلطات الدفاع، ويريد أن يتمتع بالعلاقات الخارجية، سلطات العلاقات الخارجية وسلطات التعاون الدولي وسلطات أخرى سيفاوضون فيها الحكومة التنفيذية، وبالتالي في حقيقة الأمر هذا خطف للسلطة كلها إلى جهة. توقع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية فشل الآلية الرباعية في حال مواصلتها البحث عن شرعية للمجلس المركزي كمرتكز للحوار وإقصاء الآخرين، وأعرب في مؤتمر صحفي يوم السبت عن أمله في أن يسهم عودة الإمارات إلى الآلية الرباعية في ترشيدها، ودعا القوى السياسية للتواصل المباشر بدون وسطاء. وحول رئيس بيئة اليونتمس قال الدكتور جبريل إبراهيم أن فولكر غير محايد ولا يصلح أن يكون وسيطا، ومنحناه أكثر مما يستحق بفتح أبواب رئيس مجلس السيادة وأعضائه للقاء متى شاء، وقال أنه كان يتوقع أن ينسحب الأمين العام للأمم المتحدة عندما تبين قيامه بتزوير توقيعات زملائه في الإيجاد والاتحاد الأفريقي. وأضاف في هذا الخصوص: لو استمرت العالية الرباعية في التركيز على البحث الشرعية للمجلس المركزي كمرتكز للحوار، أنا أعتقد أن العالية ستفشل، لأن القوى السياسية كلها والمبادرات المطروحة والدعم الشعبي لجهة هذه المبادرات لو ما أكبر ما أقل من أو يحصل عليه المجلس المركزي. أكد المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد استحالة تنفيذ قرار وزارة المالية بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء، وبالمقابل شدد وزير المالية في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الدولة لن تسمح بتقسيط الجمارك وإنها غير ملزمة بتمويل التجار من موارد المواطن. وقال مدير عام هيئة المواني المكلف دكتور عصام الدين إسماعيل في تصريح صحفي عقب اجتماع للمجلس يوم السبت إن المواني غير معنية بتنفيذ القرار وهو لا يخصها بقدر ما يعني هيئة الجمارك. وقال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب إن الأمر مسؤولية الدولة بأكملها وقطع باستحالة تنفيذ القرار. ووصف مدير منطقة البحر الأحمر الحرة لوهاج سيد القرار بأنه غير مدروس ويتناقض مع قانون المناطق الحرة. وقالت غرفة وكلاء التخلص إن القرار يؤثر على عملية الصادر نفسها في توفير الحاويات. تبرع وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم من إبرام أي صفقات مع الإمارات حول المواني، وقال في مؤتمر صحفي أن رئيس مجلس السيادة شكل لجنة للنظر في العرض الإماراتي الخاص بإنشاء ميناء شمال بورسودان وطريق إلى أبو حمد ومشروع زراعي سعته 500,000 فدان، وأضاف أن جبريل ليس زول الإماراتيين حتى يبرم معهم صفقات حول المواني لأنهم ينظرون إليه كإسلامي. نفذت القوات المشتركة بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور قرارات لجنة أمن المحلية لمحاربة الظواهر السالبة على خلفية تزايد نسبة عدد البلاغات في الشرطة. ونفذت القوات المشتركة المكونة من الشرطة وقوات الدعم السريع وشرطة الاحتياط المركزي والجيش والكفاح المسلح والأمن والمخابرات بمحلية المالحة حملات محاربة حمل السلاح الأبيض لما دون سن 30 ومنع حمل السلاح الناري وارتداء الكدمول. كما نفذت القوات المشتركة قرارات إغلاق المقاهي الليلية والجنبات داخل الأحياء بعد الساعة 7:30 بجانب مداهمة أوكار الجريمة ومحاربة المخدرات بأنواعها. الخبر الأخير في النشرة: اختار المجلس الأعلى لنظارات البيجا الجناح المناول الناظر ترك اختيار العمدة إبراهيم أدروب رئيس للمجلس بالإجماع، وأعلن المجلس في اجتماع طارئ يوم الأحد اختيار نائبين للرئيس ومقرر وأمينا سياسيا واختيار موسى محمد أحمد مساعد البشير السابق أمينا عاما، وأكد المجلس تمسكه بحق تقرير مصير شرق السودان. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.